نصائح مهمة جدا اللي بنقول نتوا لمن جاه السكر جديد وبادي مع دكتور. أول حاجة لا غنى عن سماع كلام الطبيب، ولو قرر أن يعطيني علاج لازم ناخذ العلاج بتاعي ويكون بشكل صحيح ممتاز. النقطة الثانية المهمة جدا اللي هو نمط الغذائي، الأكل بتاعي يكون في ألياف كويسة ويكون السعرات مع أخصائي تغذية يكون السعرات أقل من سعراتي، وننتبه للوزن اللي ينقص حتى كيلوين لأربع كيلو في الشهر، أمر طيب ومبارك. ما ننسوش دور كبير جدا للماء، الناس تنسى المية، حتى لما يعزمك واحد يقول لي عزمني على المية، بالعكس المية هي هبة الله وجعلنا من الماء كل شيء حي. الماء يحتاج جسم الإنسان إلى 30 ملي لكل كيلو جرام، فنحن لو واحد وزنا 100 وهينقص وزنه عشان يدير كنترول أو تحكم في السكر يجب أن يشرب 3 لتر، لكن مش هشربها مرة واحدة ولا تدير تسمم ماء. المية بتكون على فترات، عارفين نحن المية بتستقر في المعدة حوالي نص ساعة أو ساعة، وتستقر في الجسم بتخرج بعد 3 ساعات. إذا مهم جدا هو شرب الماء قبل الوجبات، كل وجبة بنص ساعة، الوجبات تكون صغيرة جدا، وعندنا 4 أو 5 وجبات اللي يسمى فريكوينت ميل، يعني عدة وجبات مهمة جدا. أيضا من المهم مراقبة التحاليل، نسمع كلام طبيبنا بشكل كويس، نتفائل خير، ورسولنا الكريم يقول تفائلوا بالخير تجدوه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.